كشفت أمانة منطقة الرياض ملابسات أعمال إزالة سوق الجوهر النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم، موضحة أنها أبرمت عقدا استثماريا مع أحد المؤسسات للاستفادة من الأراضي التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية. وبينت أنه تنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر، قررت استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه، كما أشارت إلى أنه تم منح المستأجرات مهلا متعددة إضافية على أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وبموجبه ستباشر الأمانة إغلاق السوق وإزالته في الموعد المحدد.